أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: هل المعتزلة جهمية في الأسماء والصفات، خوارج في الإيمان والإمامة، قدرية في القدر؟ بحسب ما عندهم، بحسب ما عندهم، عندهم تجهم وعندهم قدر وعندهم حسب ما عندهم، وهم تلاميذ الجهمية. المعتزلة تلاميذ الجهمية، كذلك الأشاعرة والماتريدية عندهم من مذهب الجهمية مقل ومستكثر، لكن الأصل في الضلال هو مذهب الجهمية، تفرعت عنه هذه الأشياء. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.